مساء الخير يا مصر، مساء الخير يا بلدنا، مساء الخير على ناسنا الطيبين، مساء الخير عليكم جميعا، مساء الخير يا بلدنا. مساء الخير همات، ومساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم وحلقه جديده ولقاء يتجدد معكم في مساء الخير يا مصر، كما وعدنا نتحدث فيه عن اهم واجرى القضايا المطروحه على الساحه المصريه والعربيه. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا ويهم الملايين، قانون الايجارات القديم. قانون الايجارات القديم بيقع بين كثير من المشاكل وقوانين كتيره بتيجي وبتروح، وما زلنا نحتاج الى ان نتعرف عليها. ايه بقى المطلوب مننا؟ مطلوب ان احنا كل واحد عنده مشكله مع ايجار قديم يبتدي يقعد معانا دلوقتي ويسمع. اول حاجه الحق المطلقه في انها تتواجد في العين، حق الحفيد، حق الابن اللي توفى والده، كل الاسئله دي هنجاوب عليها النهارده في مساء الخير يا مصر. وطبعا من مهم جدا لما الاقي مثلا بدايه كده، حضراتكم لازم تعرفوا ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عفوا للتعبئه والاحصاء لما يقول 10 مليون شقه مغلقه بسبب قانون الايجار القديم، يبقى لازم نقف. وبعدين هنا لما اعتقد اللي كان متابعني في عديد من القنوات وانا افتح هذا الملف، وعندما اتحدثت عن هذا الملف، الحقيقه نحن بين شقي راحه، بين صاحب ملك عاوز طبعا يرجع شقته او يرجع شقته او يزود الشقه بتاعته بدل ما هي 15 جنيه في الزمالك ومصر الجديده قل او كثر تبقى ايجار مناسب، بين ايضا مستاجر لا طبعا انا عاوز ايجار كده ما انت كسبت سعادتك زمان. ما بين هذا وذاك طبعا في برلمانيين بالمناسبه قدموا اقتراحات في مجلس النواب، الحقيقه اقتراحات لها يعني ثقل ولها احترامها، لكن هنتكلم عن ده وهناقش عن ده ان شاء الله باذن الله. احنا يهمنا الصالح العام. بالظبط، كل اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نكون مع المالك ومع المستاجر، لا لسنا ضد هذا او ذاك. تعالوا دلوقتي نشوف الفيديو ده نرجع فيه. وفوق بوصل النور بتاعه جاي له 242 جنيه، بيدفع في الشهر 240 جنيه، طب ده يرضي ربنا؟ واللي ساكن ب 8 جنيه ومأجر بيته ب 2000 جنيه شقة وب 1500 جنيه، جاي له وصل نور ب 142 جنيه، أنا لسه مفاجأة بالبطولات دلوقتي لأن الضرايب العقارية بتطالبني ب 7000 جنيه على 38 جنيه في الشهر بيخدها. بتطالبني الضرايب العقارية ب 7000 جنيه، قلت لهم أنا عندي قانون قديم، قالوا لي هاتي لي وصولات جديدة من السكان إن هم ما زالوا موجودين عندك، مش انت بتتلاعبي بالقانون وجايبه ايجارات كده مضروبه وانت بتاجري بالغالي. جبت منهم وصولات نور لسه جايباها حالا اهو، قعدت اتصفحها وانا قاعده هنا لقيت الوصل لغايه 31 جنيه. اما واحد يستهلك في الشهر وصل لغايه 31 جنيه وهو ساكن ب 4 جنيه ونص، يبقى بيطبخ ايه في الشهر وبيعمل ايه في الشهر على البوتاجاز؟ ادي حاجه بسيطه. احنا بنطالب بالعدل، بس احنا مش عايزين غير العدل. اللي ساكن عندي ومأجر شقه غاليه يسيب لي الشقه ابني يستفيد بيها او بنتي ويروح شقته، يا اما يديني شقه عنده في نفس عمارته، يديني دور كامل شقتين بنفس مساحه الشقه بتاعي، لان الارض بتاعه مساحتها قد بتاعي هو عاملها على شقتين، بيأجر الشقه ب 1500 وشقه ب 2000، يديني دور كامل على بعضه لبنتي تعيش فيه بدل ما هي ساكنه بره وابني قاعد عند حماتي. سمعنا الفيديو، شفنا رأي إحدى الملاك، وكلامها على فكرة منطقي جدا يا جماعة، وإحنا لازم نكون مع الجميع. أولا لسنا مع جهات حق المالك ولا مع أننا نظلم المستأجر. المالك من حقه أنه هو القيمة الإيجارية تتناسب تماما مع الظروف ومع الزمن اللي إحنا بنمر بيه، ولكن في أماكن كتيرة وعمارات وكلكم تعلمون في وسط البلد هتلاقوها إيجاراتها مثلا ممكن تبقى ب 7 و 8 جنيه، في حين أن الأرض ممكن توصل لملايين وصاحب العقار بيكون يعاني الفقر. الحقيقه برضو عاوز اقول حاجه، وكلام الحاجه وده نموذج بالمناسبه، نموذج من الناس اللي فعلا بتعاني. احنا طبعا مع الطرفين بالمناسبه، مش مع حد ضد حد، لكن لما يجي النهارده صاحب شقه حضرته يعني بنى وربنا وسع عليه وقعد في مكان تاني وبنى في مكان تاني خالص، وساب شقه او اتنين وقفلهم لان ايجارهم 4 جنيه و5 جنيه و10 جنيه و20 جنيه، هل ده يصح؟ يعني هل النهارده اعتقد ان احنا في حاجه ماسه لسن العديد من القوانين اللي هي تحمي المالك وايضا تحمي المستاجر؟ ما يصحش ابدا حضرتك تبقى ساكن في شقه وتسيبها وتقفلها وهي طبعا تعتبر مال يعني مهدر، وقاعد حضرتك في مكان تاني. اعتقد ان القانون او ان المشرع في حاجه ماسه لمدراسه هذه القوانين. في المقابل بالمناسبه بعض الشباب بيبعتوا لنا بيقولوا لنا احنا طب احنا نروح فين؟ اما يكون الشقه النهارده ب 2000 و3000 جنيه و4000 جنيه، اقول لحضرتك ما هو ده من الذنب برضو المالك اللي مالك اللي مأجر شقته
او صاحب العقار ب 15 و4 جنيه يعني في الزمالك والمعادي والاماكن دي، لازم يكون في سن قانون زياده هذه الايجارات لصالح الجميع. يعني مثلا في الجزئيه دي بالذات يا ابراهيم، على فكره تابعت اراء اعضاء البرلمان في الاقتراحات او المقترحات اللي اتقدمت فيما يخص هذا الامر. فمثلا احد البرلمانيين تكلم ان 3 سنين اللي هو استاذ عاطف مخالف، واتكلم ان 3 سنين المكان مقفول او العقار بولق، في الحاله دي يبقى بيحق ان احنا العقار يروح منه. حاجه تانية قالها برضو ان اول ما يوصل اللي هو الوريث لسن 21 سنه الذكر يسيب المكان، او لو كانت البنت تبقى لحد سن الجواز او ما اتجوزتش يبقى 5 سنين فرصه قدامها. طبعا الموضوع ده كبير جدا وخطير جدا ويؤثر على الامان الاجتماعي، لاننا كلنا نعلم ان في السن ده في المرحله العمريه للشباب او للبنت طبعا عارفين ان صعب جدا ان يكون تطبيق القانون على الايجار القديم بالشكل ده. احنا محتاجين لقانون ينصف الجانبين سواء كان المستاجر او كان المالك. احد الاخبار بالمناسبه اللي كانت موجوده هنا في معانا في واحنا بنتكلم على الحلقه القانون حبيس الادراج من 4 سنوات وقانون الايجار القديم محلك سر، ده خبر تحديدا في صدى البلد. بيقول الخبر وينص مقترح النائب اسماعيل نصر، ده احد النواب اللي كانوا مقدمين بالمناسبه، حول قانون الايجار القديم على تحرير العلاقه الايجاريه بين المالك والمستاجر خلال 5 سنوات فيما يخص الوحدات السكنيه، على ان تزيد القيمه الايجاريه خلال تلك المده من 15% ل 20%. اعتقد النسبه هنا نسبه معقوله جدا يعني من القيمه الايجاريه الاصليه لتتماشى في النهايه مع القيمه السوقيه. طيب معانا على الهاتف سعاده المستشار دكتور نادي نعيم. اهلا وسهلا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك سعاده المستشار. اهلا بيك يا فندم. سعاده المستشار، واحنا بنناقش طبعا قانون الايجار العلاقه بين المالك والمستاجر ما بين القديم وبين الحديث، ماذا تقول سعادتك في التصنيف القانوني تحديدا للطرفين؟ العلاقه ما بين المالك والمستاجر الدوله نظمتها بعده قوانين. تمام. ابتداء من قانون 75 و78 و183 واخيرا قانون 4 لسنه 96. ايوه. وقانون 6 لسنه 94. تمام. القوانين دي كلها شملت تنظيم العلاقه ما بين المالك والمستاجر وتعديل العلاقات ما بين المستاجر واستفادة المالك برفع الإيجار. أيوة. وتحديد المدة بحيث أنها في ناس كانت مظلومة بالنسبة لقيمة الإيجارات الموجودة للعين. صحيح. وبالتالي تم رفعها حسب الجدول الزمني اللي هم كانوا محطوط مدة العقد من تاريخ كذا لكذا، نسبة بتزيد نسبة معينة. تمام. وبالتالي ولحد دلوقتي لسه في اقتراحات قوانين ان هو يتم تعديل برضه قانون الايجارات مره ثانيه بحيث ان هو القوانين اللي هي اللي تسبق 94 انها تتعدل لصالح المالك، لان في اصبحت في فجوه جامده قوي في الايجارات ما بين اجره العين واجره المثل. تمام. سياده المستشار، ممكن اسال حضرتك سؤال فيما يخص الايجارات وزياده الايجارات، هل زياده الايجارات بتكون للساكن الطبيعي الشخص العادي ام للهيئات والجهات الاعتباريه؟ هو القانون سوى ما بينهم، ما فيش حاجات افراد وما بين هيئات. بالنسبه للهيئات الحكوميه والحاجات دي كان في توجهات من الحكومه انها تنهي عقود الايجار. يعني اما بالنسبه للافراد هي نفس العمليه. طب هسال حضرتك سؤال يعني فيما يخص الماده 18 من قانون 136 اللي لغى في المحكمه الدستوريه لغت جزء في هذا القانون. الفقره الثانيه منه. بالظبط، ممكن حضرتك توضحها للمشاهدين؟ هي كانت بالنسبه للايجارات على اساس ان المالك له الحق في إخلاء المستأجر. فده حطوا أحد ضوابط عليه بقى. قال لك يجوز إخلاء المستأجر لواحد اثنين ثلاث أسباب. طيب سعادة المستشار، هل يجوز قانونا سعادة المستشار إن لو المستأجر ده
عنده ملك تاني او عين تانية، هل يجوز للملك ان يطرده من الشقة؟ ما هو كان القانون القديم ان هو 3 وحدات سكنية. ايوة. بعد كده صدر حكم محكمة النقض في شهر 4 في 2002، قال لك لا، ما فيش حد الحاج الموضوع ده، حتى لو عنده عمارة كاملة. حتى لو عنده عمارة كاملة. طب سيادة مع حضرتك فندم. الو الو. ايوه فندم معاك. في حكم المحكمة الدستورية 2002، الحكم ده فيما يخص امتداد عقد الإيجار. ممكن حضرتك توطي التلفزيون جنب حضرتك؟ أيوة فندم. فيما يخص امتداد عقد الإيجار، في امتداد عقد الإيجار فيما يخص للمرأة. بالنسبة لا، ده في حكم محكمة النقض اللي هو بالنسبة للامتداد. أيوة. وفي حكم المحكمة الدستورية بالنسبة لتحديد من له الحق في الامتداد. بالظبط. فقال لك الامتداد لجيل واحد مرة واحدة، يعني يمتدوا مرة واحدة للأشخاص الذين توفوا قبل صدور الحكم. تمام. يعني مثلا لو زوجة ابنها زوجها توفى والعين ملك لأبوه، وضعها يكون ايه؟ الأرملة دي وضعها يكون ايه؟ بالنسبة للزوجة بيمتد الطبيعي بالنسبة للقانون 136 والقوانين السابقة ليه. بالتالي بيمتد لواحد، جيل واحد بس، اللي هو ابن الراجل المستأجر. ابن المستأجر. لكن كالزوجة مستفيدة عادية، ما بتعتبرش من امتداد. تمام. سؤال بيسأله بعض الناس في الشارع المصري، سؤال بسيط جدا سعادة المستشار، بستغل وجود ساعتك، وهو لو كتب حد عقد مشاهرة بعد 96، هل يحق للمالك ان يطرده؟ ايوه بيحق له انهائه، لان المحدد المدة لازم يكون محدد المدة. تمام، ما ينفعش يكون مشاهرة يعني. ما هو حتى المشاهرة محدد المدة شهر. لكن ايوه تمام. طب شكرا جزيلا سعادة المستشار، طبعا دكتور نادي نعيم المحامي بالنقد والإدارية والدستورية، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا سعادة المستشار. شكرا يا فندم. طيب هنا بالمناسبة بسأل السؤال ده لأن بعض الناس للأسف، أنا بس عاوز أوضح للناس، في لقائي مع كثير من القانونيين والمحامين المحترمين زي المستشار دكتور نادي، بقول خلي بالكم من حتة مشاهرة بعد 96 لسبب. لأن بعض الملاك بيضحكوا على المستأجر، يقول له مشاهرة على أساس أنه قديم فيبقى مفتوح. لا، خلي بالك احذروا، مشاهرة بعد 96 يعني شهر بشهر، يعني حق ليا كمالك ان انا اطرد سعادتك بعد شهر واحد. ده معنى مشاهره في بعد 96. مشاهره دي كنا بنكتبها في القانون القديم قبل 96، معناها ان العقد مفتوح. لكن النهارده على كلام سعاده المستشار لازم يكون محدد المده حتى وان كان 59 سنه. فبسال احد المحامين ليه 59 سنه؟ ليه مش 60؟ عشان دي يسموها لو 60 يبقى الحكر، حاجه اسمها الحكر، بالتالي لازم تكون 59 سنة. المشرع قال كده، فخلي بالكم واحذروا حتة مشاهرة في القانون الجديد. على فكرة التلاعب في هذا الجانب كتير جدا، سواء كان من المستأجر أو من المالك. وعلى فكرة احنا كل اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نعطي كل ذي حق حقه، المالك والمستأجر. المالك محتاجين ان هو ياخد حقه في قيمة العقار اللي بناه او اللي ورثه عن اجداده، والمستأجر في انه ممكن يكون في ورثة ملهمش اي مكان اخر الا هذا المكان، فمحتاجين جدا ان يكون في نوصل يعني لحل معه. مظبوط. طبعا اما نيجي نقول النهارده الزياده، يعني هنا طبعا احد النواب لما كان بيتكلم في 15 او 20%، حضرتك انت عارفين يعني ايه 15 او 20%؟ يعني لو قلنا 20% في ايجار كان 100 جنيه، يعني ساعتك بتتكلم في كام؟ ساعتك بتتكلم في زياده مثلا لا تزيد عن 20 جنيه. يا ريت يا ابراهيم 100 جنيه. ده على فكره كان الايجارات اللي هي من سنه 44 كانت بتبقى ب 3 جنيه وب 8 جنيه، فمعنى كده المشرع على فكره عمل سن قانون وخلى الزياده حوالي 30%، وبعد كده كل حقبه كل 10 سنين بدا يقلل شويه، يعني 30% 20% 10%، كل مره لحد ما وصلنا الى قانون في النهايه بدا قال لك ان الزياده تزيد حوالي 5 مرات. ده من خلال قراءاتي. تمام. في الموضوع. تمام. ده وعلى فكرة كنت محتاجة أسأل برضو معالي المستشار، بس أنا يعني كان جزئية خاصة مثلا بالابنة
او الزوجه او الحفيد، ناس كتير جدا عندهم المشكله دي بشكل كبير جدا، وناس كتير جدا بتعاني من فكره ان مثلا الاب اتوفى والاب ده كان ليه ابن والزوجه مطلقه. بصوا على فكره الموضوع هنا بيبقى شائك جدا، يعني يقول لك مثلا ان السيده هذه الزوجه اتطلقت ولكن وعايشه مع اولادها، والزوج اللي كان الطليق دوت اتوفى، طب حقها في العين؟ عارفين اللي انا يعني من خلال قراءتي في هذا القانون اكتشفت انها بتكون ضيفه، يعني هي فقط في حمى الابن او اللي ليه حق فعلا في هذه العين. يمكن ده هيخلينا طبعا هنخصص باذن الله وعد لحضراتكم موضوع الرؤيه والاستضافه وحق طبعا الزوجه في الشقه، ده موضوع مهم جدا جدا جدا. بالمناسبه برضو ده حته توعيه قانونيه بالمناسبه، حصل سبب الفعل ان حد اشترى شقه تمليك من حد او يعني ما شابه ذلك، فاذ بيه وفاجأ ان هي هذه الشقه تحديدا عليها حكم تملك او تمليك للزوجه، لانها حضرتك هنا هي النهارده هي الحاضنه، فبالتالي دي الشقه، فاحذروا هذه العيب القانونيه. الاهم من كده في موضوع الايجار القديم والجديد، ان انا بقول لحضراتكم النهارده مع ارتفاع الايجارات الجديده بعض الشباب بيرسلوني بيقولوا طب احنا نروح فين؟ هو صاحب الملك ده مش كسب زمان؟ لا حضرتك راي الدين بالمناسبه، واتمنى يكون راي الدين معانا، يقول لا راي الدين طبعا يمكن كثير من علماء الازهر الشريف قالوا لا ان قانون الايجار القديم اعتقد ان في حرمانيه، لان العقد طبعا شرط المتعاقدين قانونا نعم، ولكن لازم يكون في مسايره مع الاحداث والمستجدات. النهارده ما ينفعش ايجار شقه حدث بالفعل 15 جنيه في مصر الجديده في منطقه راقيه جدا زيها في الزمالك زيها في المعادي، فبالتالي لازم يكون في تحريك لهذه الايجارات لصالح العام، لان هنا الصالح مش بس صاحب الملك ولكن ايضا للصالح العام، لان النهارده لما يكون القرار او الاحصاء جهاز المركز للتعبئه والاحصاء بيقولوا 10 مليون شقه مقفوله، فاعتقد الرقم ده كبير لازم يكون له حل، والحل ده هيكون في رفع القيمه الايجاريه اللي هي نسبه يحددها البرلمان، واحنا في طبعا في انتظار ذلك التشريع قريبا ان شاء الله. على فكره فيما يخص هذا الجانب يا ابراهيم، برضو احد البرلمانيين استاذ عبد المنعم العليمي النائب في البرلمان اتقدم بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بالايجار القديم رقم 49 لسنه 77، وبيقول فيه لابد من زياده الايجارات 12 اضعاف او امثال القيمه الايجاريه، ثم بعد كده يزيد 20%، ثم بعد كده زياده سنويه، ثم بعد كده الزياده دي تفضل لمده 10 سنين. وده بيقول ان ده اعتقد ان ده شيء افضل بكتير جدا ان انا اخرج الموجودين ويكون المساله بهذا الشكل العبثي. تمام. وطبعا بالمناسبه احنا هدفنا لما فتحنا يعني كان في اراء كتيره جدا على صفحه ايجارات الايجار القديم والايجار الجديد، الناس الحقيقه بتشتكي وبتئن، وما ننساش من يعني من بعد ثوره يناير كان هناك العديد من اصحاب الملاك اللي كان فيه طبعا تظاهرات وكان فيه لهم وقفات الحقيقه بيطالبوا بحقهم، وده اعتقد ده حق مشروع. الحقيقه يمكن كان في خبر من الاخبار بيقول ان الحكومه نفسها موافقه على هذا الموضوع ومناقشه هذا الموضوع في البرلمان المصري، الا ان طبعا جائحه كورونا يمكن هي اللي جت وغطت على مجريات الامور، لكن اتمنى في الدوره البرلمانيه والتشريعيه القادمه ان يناقش هذا القانون لصالح الجميع، لا اقول لصالح اصحاب الملاك فقط، لان مناقشه قانون الايجار الجديد والحديث والقديم ليس الا للصالح العام، لصالح المواطن المصري، لان ده بقول ان ده يعني للصالح العام، فبالتالي مش لصالح حد بعينه. بالظبط. إذن احنا كل هدفنا هو صالح المواطن المصري، وايضا ان يكون في حاله من الالفه والرضا ما بين المستاجر وما بين الملك. في بعض الالاعيب على فكره اللي بتحصل عشان يبتدي يعني ياخد العقار من الملاك، يعني على فكره احنا لسنا مع الملاك على طول الخط ولا مع المستاجر على طول الخط، لكن احنا مع الحق. يعني مثلا لما يكون المالك بيعلم صاحب العقار ان هو بيبتدي يعمل محضر ان صاحب العقار ده وان المستاجر مش موجود في العين، ويبتدي يبعت جوابات على المكان ممكن ما يستلمهاش صاحب المستاجر او لو هو موجود فعلا، وتبقى نوع من التلاعب على فكره، ويبتدي يتسجل ان هذا الشخص غير موجود فعليا في العين، وقد يكون متواجد ولكن يحدث نوع من التلاعب. في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان بيصدر حكم محكمه بان يبتدي يحصل يجي ناس يشوفوا فعلا هل المكان فيه فعلا مستاجر ولا ما فيهوش، فاذا كان فعلا المكان ما فيش فيه مستاجر في الحاله دي بيبتدي يحكم ان العين ياخدها المالك.
على فكرة كتير جدا من المشاكل اللي بنواجهها بتكون سببها نوع من التلاعب. احنا مش عايزين ندخل الفريقين في جو من المؤامرات او التلاعب بحيث ان احنا نلاقي نفسنا في يعني نوع من الشجار الدائم، لكن احنا محتاجين ان كل واحد ياخد حقه. املنا في الموضوع ده هو البرلمان. كنت اتمنى طبعا يكون معانا سيادة النائب طبعا يمكن احد لجنه او احد اعضاء لجنه الشعب مجلس الشعب لجنه السكان، وكان ايضا كان المفروض يبقى معانا الدكتور ابراهيم امين بالمناسبه مكلمينه قبل الهواء، لكن اعتقد ان يعني وقت البرنامج مش هيسمح او الاتصال بيهم لن يسمح. كنا عاوزين نقول لحضراتكم راي الدين بحيث يبقى عالم ازهر معانا، وايضا راي البرلمان التشريعي يكون معانا، لكن اعتقد بكده باذن الله نوعدكم ان شاء الله باذن الله يكون البرلمان القادم هو الفيصل وهو الحاسم في هذا الموضوع، واتمنى يقول كلمته للصالح العام وليس لصالح الملاك فقط. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. مشاهدينا الكرام بشكرك همت طبعا على هذا اللقاء، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على امل اللقاء بكم. شكرا لكم، الى اللقاء. اشكركم جميعا ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.